مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهارده معانا امسيه جديده استثنائيه من امسيات جروب اثار وحضاره مصريه اللي ابتديناها من شهر 6 العام الماضي، وبمناسبه فتره الاعياد المقدسه للمسيحيين، الاصوام والاعياد المقدسه، تم تقرير ان يكون بخلاف البروجرام العادي اللي تعتدنا عليه في ايام السجود ان يكون عندنا عده لقاءات عن موضوعات مسيحيه مرتبطه بفتره الصوم او بالكنيسه بشكل عام. خدنا مع البروفيسور يوحنا نسيم محاضرة عن الجوقة والقانون الخاص بالجوقة في الكنيسة القبطية المصرية من خلال واقع عدة نصوص، وكان معانا نصوص قبطية اتعامل معها الدكتور مقرطان بالأصول اليونانية. خدنا أيضا محاضرة مع دكتورة سيلفانا عن ملامح وتعبيرات وجه السيد المسيح، وخدنا مع الأب إسبيريدون، الأب الدكتور إسبيريدون فياض من سوريا الحبيبة، مجموعة من الرموز وربطها بالنصوص فيما يخص أيقونات القيامة. النهاردة هيكون معانا الأستاذ إيميل تدرس، وهو حاصل على ماستر أوف أرتس، ماجستير الفنون والدراسات المسيحية من 2013 ل 2015 بباك ماستر ديفينتي كوليدج في هاملتون في كندا. لديه العديد من الدراسات الأخرى، بيسجل إلى درجة، حصل على أو كتب درجة الدكتوراه في 2001 أيضا في الدراسات الليتورجية القبطية، وكان باحث في المعهد العالي للدراسات القبطية بالقاهرة، وله العديد من اللغات التي يجدها: الإنجليزية، العربية، القبطية واليونانية واللاتينية، وأيضا لديه اطلاع وافي بالعبرية بإمكانية القراءة. نشر العديد من الدراسات بلغات مختلفة، بعضها بالفرنسية والإنجليزية، وفي سبيل إصدار كتاب أيضا باللغة العربية، وكان صدر له كتاب أيضا باللغة العربية في 2001. المعلومات الباقية، لأنه السي في طويل، أنا هترك بقية التعريف لدكتور إيميل، هو اللي يقدم بقية التفاصيل، خاصة أن موضوع النهاردة عن الروافد اليهودية في مسيحية مصر المبكرة من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلادي. وهنا هنتناول موضوعات دايما احنا معتادين نسمع فيها كلام، النهاردة هنسمع كلام تاني خالص، لأن مصادر والدراسات اللي بتتناول هذا الجانب لا تتوفر في مصر على الإطلاق، لأنها مكتوبة كلها بلغات أجنبية. مؤخرا بعض الدراسات القليلة بدأت ترجمتها إلى العربية، منها ما يدور حوالين شخص المسيح في كتابات اليهودية المبكرة، والبعض بيدور حوالين بعض الطقوس الليتورجية في الكنيسة الأولى، وهل اتأثرت باليهودية أو بغيرها من الروافد الأخرى. ودي مقالات اللي حابب يطالعها يقدر يرجع لدار نشر كرامة، رسالتنا، العائلة، أو بالأحرى مدرسة الإسكندرية في العديد من إصداراتها، سواء في المقالات اللي صدرت في المجلة أو في الكتب المطبوعات. أنا كان ليا برضو بعض البحوث في هذا المجال اتكلمت فيها مع الدكتور، وإن شاء الله هو اللي هيفتح المجال، أنا مش هحرق عليه الموضوع، عنده كلام كتير متميز النهاردة نستمتع بيه. أهلا بحضرتك معانا، منورنا. أنا حاليا هعمل الشير لغاية ما حضرتك تحكي كمان عن المشروع، الكتاب المستقبلي اللي حضرتك وعدتني إن هيكون قريب بين إيدينا في القاهرة. اتفضل. مساء الخير على الجميع. أنا اسمي إيميل تدرس، هاجرت كندا في سنة 2001، عملت، هل سمعني؟ تفضل يا دكتور، مسموع تمام. سنة 2013، من سنة 2000، من قبل ما هاجر كنت بشتغل على الدكتوراه بتاعتي في معهد عالي للدراسات القبطية تحت مباشرة الدكتور راغب مفتاح شخصيا. وبعدين لسبب الهجرة أنا ما كملتش، سافرت. وقت ما كنت في مصر كنت بدي محاضرة تقريبا كل سنة في التراث العربي المسيحي، بما هو ريليتد ما بين التراث العربي والألحان القبطية. وكنت نشرت كتاب كان عمل لي المقدمة بتاعت الأنبا متاوس، الألحان القبطية بين النغمات والفلسفات والفلسفات الموسيقية القديمة. أظن الطبعة بتاعته نفذت خالص.
وبعدين لما سافرت كندا ربنا حب يفتح باب جديد، هو اني اشتغل في الثلاث قرون الاولى اللي تخص في كيف نشأت المسيحية في مصر. في لي مطبوعات منشورات مقالات منشورة في مقاطعة كيبيك بالفرنساوي، ولي مقالة واحدة بس على musicology.org دي برضو بالفرنساوي. في حاجات تانية منشورة على أكاديميا، في كمان درست كورسين في كلية اللاهوت في كندا في الكلية الإكليريكية بتاعت الكنيسة القبطية، و أديت محاضرة في جامعة تورونتو من كذا سنة، وهدي محاضرة السنة دي كمان في شهر 11، كله بما يخص اليهود في مصر وإزاي هم احتمال كبير جدا علميا هم النواة اللي أول ناس اتحولوا من اليهودية إلى المسيحية. فهنبدأ دلوقتي مع أول سلايد. دايما أي بان عند حضرتك يا دكتور، سلايد بان عند حضرتك، أنا باين التليفون وباين عندي على اللابتوب. أوكي، على أساس بس حضرتك تتابع من شاشة الموبايل أول بأول عشان حضرتك تقول لي إن أنا أقلب الشرايح. أوكي تمام. فأول سلايد هنتكلم عليها، طبعا أي بحث إحنا بنبدأ فيه بنسأل أولين أسئلة ونحاول نشوف لها إجابات علمية. اليهودية السكندرية العمود الفقري للكنيسة المصرية المبكرة. يعني إيه اليهودية السكندرية؟ يعني سنة 300 تقريبا قبل الميلاد إسكندر الأكبر بدأ يعمل فتوحاته، ودي الفترة إن ربنا سمح بيها كفترة تحضيرية للعهد الجديد، إن اليهود يتشتتوا من بره من بره مدينة فلسطين يعني، ويشتتوا في كل الحوض البحر المتوسط. ليه؟ لأن دول الناس الوحيدين إن بين كل الشعوب اللي حوالين البحر المتوسط اللي كانوا مستنين المسيح. لا يونان ولا غريق ولا أي حد مستني المسيح غيرهم هم. هم شتتوا. جزء كبير قوي كان موجود في اسكندرية، عشان كده أنا بقول اليهودية السكندرية. اوكي، ودي بيسموه الهيلينيستك جويش كوميونتي، اللي هم يهود كتير منهم ما يعرفوش العبريه، بيكلموا اليوناني الكويني اللي هو بتاع السبعينيه، اللي هم عايشين في اسكندريه، ولكن حقيقه المجتمع الاغلب كان في اسكندريه، بس كانوا من اول اسكندريه موجودين في مصر لغايه الالفنتاين اللي ناحيه ابو سمبل كده. فما الذي يعتبر دليلا؟ هل الجالية اليهودية المعروفة بتواجدها في الإسكندرية في القرن الأول في قلب هذه الكنيسة؟ يعني البذرة هي اللي كانت بتاعت الكنيسة؟ هل الأسفار تشير إلى إرسالية رسولية لمصر؟ إلى أي مدى شكلت المعتقدات المسيحية العبادة المسيحية؟ هنا أنا أيمين الليترجي في مجتمع الشتات في مصر، حيث كان فكر العالم اليوناني منتشر. فطبعا الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب إن الواحد مننا ينظر بعمق الجوانب اللي أنا أسميها المخفية القبطية، وخاصة في الليتورجيتها. للأسف عشان في محاضرة تانية هعملها يوم الجمعة 8 أبريل، فأنا هشتغل معكم النهاردة عن أي حاجة بس ما تخشش الليتورجية. وده جمعية الأسرة القبطية. أو ده يهمنا جدا جدا، أوكي، إنه يعني نحترم الآخرين وخصوصية الموضوعات بتاعتهم، وإحنا كويس إن يكون توجهنا أكتر تاريخي وفني في الإطار اللي حضرتك تعرضه. تمام. اللي عايز أركز عليه النهاردة عشان أهيئكم للمحاضرة الجاية، إحنا بنفكر إزاي إن المسيحية دخلت في مصر؟ فعندنا كان داشي على السلايد اللي هو علماء في العالم حول أصول الكنيسة الإسكندرية خلال القرون الثلاثة الأولى. طبعا إحنا عندنا رؤية تقليدية
في ان احنا نشوف ازاي المسيحيه مصر، ولكن بالطريقه اللي اتكتبت بيها في الكتب اللي احنا عارفينها بتاعت اريس حبيب المصري و تختلف عن نظره العلماء في شايفين هي المسيحيه نشات ازاي في ثلاث قرون. ان الهدف من المحاضره هو اظهار التاثير اليهودي الواضح على المرحله المبكره من ليتورجيه كنيسه الاسكندريه، كما راينا في خدمه رفع بخور باكر القبطيه، دي اللي هنتكلم عليها يوم الجمعه، وان مفهوم التاثير اليهودي على الكنيسه القبطيه لم يتبع بعد اتباعا دقيقا من علماء الليتورجيه الاقباط او المؤرخين الاقباط. ومع ذلك فإن تتبع التأثير اليهودي على الطقوس مسألة مهمة مثلما في خدمة رفع بخور باكر القبطية. يعني أنا كان الرسالة كلها على مقارنة رفع بخور باكر عندنا وباكر عند اليهود حتى الأواشي شبه منقولة. توسيع نطاق فهمي لكيفية وصف المصادر الأولية للأيام الأولى للكنيسة وكيف يتصور العلماء الأقباط بشكل خاص قدرها الأول. طبعا نشوف هنلاقي ان الأقباط لهم فكر خالص، في فكر يونيك، وكيف تنظر الكنيسه القبطيه الى اصلاح. فاحنا دلوقتي هنروح على سلايد نمبر 4 ونشوف ايه العلماء قالوا ايه على الثلاث قرون. مؤرخ الكنيسه القبطيه مترددين، مؤرخي هنا اللي على مستوى العالم، مترددين بشأن أصل الكنيسة. فعلى المستوى التقليدي لا يزال معظم مؤرخي الكنيسة القبطية مترددين بشأن أصلها، ويرى بعض العلماء تأثيرا محتملا للمصريين أو اليونانيين أو اليهود دون تحديد أي تأثير هذا الذي كان له أكبر الأثر على بداية الكنيسة. يعني إيه؟ يعني في مؤرخين بيقولوا ممكن يكون تأثير يوناني، بس ما يحددوش بقى ده في الليتورجية ولا في الفن ولا أي حاجة. في ناس تقول لا ده في العادات، لأن أخذناها من المصريين القدماء. في ناس يقولوا تأثير ليتورجي أو طقسي. هم نفسهم مش واصلين لحاجة لغاية آخر 30 سنة تقريبا، وده اللي هنشوف. الأكثر شيوعاً السلايد البعضيها هو أن الإسكندرية تعتبر مهد المسيحية في مصر بسبب جاليتها اليهودية الأكبر في الشتاء، وأن الإسكندرية كانت أيضاً هدفاً جذاباً للكرازة المسيحية المبكرة، وكانت هذه المدينة الساحلية المهمة بوتقة حقيقية. عارفين زي مجموعة معادن مع بعض بيسهروا مع بعض فبيطلعوا ثقافة أو ثقافات مختلفة للعديد من الثقافات العرقية. وأيضا المدينة نفسها خضعت لمجموعة واسعة من التطورات الداخلية التي خلقت ثقافة سكندرية متميزة بالإضافة إلى ثقافات مختلفة. خدوا بالكم أن كل سلايد دي أنا عامل فيها سامري، يعني زي ملخص، لأن كل سلايد من دي عايزة محاضرة. يعني هنا كل عايزين نقوله إن اسكندرية بسبب الجنسيات المختلفة كانت موجودة في القرن الأولانية، ولكن الغالبية فيها جالية كبيرة جدا يهود، اللي هي تعادل زي ما قالوا المؤرخين ويوسيفيوس نفسه إنها تعادل تقريبا الجالية اللي في روما اللي بولس الرسول راح بشر فيها. فدي عاملة طبعا إزاي اسكندرية يعني ما ذكرتش في سفر أعمال الرسل. بعدين الحكاية دي طبعا بما ان المدينة كبيرة جدا في القرن الاولاني، يهود كتيرة جدا مستنين المسيح، ظروف حصلت في الاوائل خالص في الكنيسة مع الاضطهادات، هذا يضع اصول الكنيسة في سماء قاتمة. يعني كأن احنا الحقيقة موجودة بس مش واضحة من الغيوم اللي عليها، حيث ينظر اليها العلماء احيانا انها تحمل اصول هرتوكية. هنتكلم عن الموضوع ده، أي أن الكنيسة القبطية كان نابعة من بذرة يهودية فيها سيت بذرة هرتاق،
وهنشوف الناس اللي هم قالوا على الموضوع ده بالتفصيل بعد كده. Now. أنا قبل ما أقسم المؤرخين إلى ثلاث أقسام هناقش الأول الناس اللي خدوا بخفية يعني بدون عمق إيه أصل الكنيسة وبدأت إزاي. هنبدأ بأول واحد اللي هو الدكتور عزيز عطية، يعتبر إن هو اللي هو ناقش بغير جدية أصل الكنيسة القبطية. على سبيل المثال نجد عزيز عطية أستاذ التاريخ في جامعة يوتا في أمريكا، كتب كتاب سنة 79 اسمه الحضارة المسيحية، وقال بالنص الواحد من كتابه أنا ما ترجمتها: لا تحتاج أصول المسيحية القبطية إلى تفصيل كبير. القديس مرقس الإنجيلي هو مؤسسها المعروف وأول بطريرك في العقد الرابع من القرن الأول. يعني كده دكتور عطية بيقول إيه؟ بيقرر إنه لا حاجة إلى تحقيق علمي ولا حاجة إلى التفكير في أي مفاهيم أخرى تتعلق بأصول الكنيسة. ممكن يدير العذر وممكن لا، يمكن هو ما تعمقش في الموضوع ده. هنا نخش برضو على واحد اسمه جون واتسون، كتب كتاب اسمه Among the Copts يعني بين الأقباط، عنوان الكتاب سنة 2000 صدر في أمريكا الشمالية. ويلاحظ جون واتسون أن العبادة في الكنائس في مصر تعكس تأثيرات ثقافية مختلفة، وقال أن العبادة في الكنائس القبطية تنقل رؤية وأصوات سرية سامية يعني فيها شوية من اليهود وقديمة. ومن اللحظة التي يبدأ فيها الكاهن الأرثوذكسي الشرقي في إنشاء أو تلاوة اللحن اللي هو سماه اللحن العربي، ما عارفش جايب الكلام ده منين، فإن الوافد يعني اللي بيجي الكنيسة الجديد بيحصل له حاجة نوع من السحر في مخه، يعني بيحصل له كده نوع من يعني أنا نفسي مش فاهم هو قصده كان يقول. جيل كميل كانت في مصر وقعدت فترة كبيرة فيها وكتبت كتاب اسمه Christianity in the Land of the Pharaohs، المسيحية في أرض الفراعنة، وبتبني وجهة نظرها حول طقوس الكنيسة القبطية على الملاحظة الشخصية أثناء إقامتها في مصر، على الرغم من عدم وجود أي دليل موثق من الكلام اللي قالته، وهي تميل أكثر نحو التأثير الفرعوني على الأقباط في عاداتهم الاجتماعية وطقوسهم الكنسية. السلايد ده عايز اعتراض صغير احب اوضحه قبل ما نخش في حاجه ثانيه. اولا احنا عارفين ما بين الفراعنه والمسيحيه المبكره في فتره اسمها اليونانيه الرومانيه، نمره واحد. نمره اتنين، الفراعنه عمرهم كان مسيين مسيا يجي بحسب نبوات العهد القديم، فطبعا حتى من غير ما نقعد نثبت اي حاجه بالعقل كده الكلام ده مشيش. خش على السلايد اللي بعديه. انا لو بجري قولوا لي لو انا بجري. السلايد اللي بعديه هنتكلم على التصنيف العلماء المهتمين باصول الكنيسه الاسكندريه. أول مجموعة أنا سميتهم المؤرخون الذين يركزون على بوابات السكندريين المبكرين. عايزين نركز في كل كلمة، أنا العربي بتاعي مش 100% بس يعني دول ركزوا على سلسلة البوابات وحاولوا يفهموا، كلهم أجانب طبعا، وحاولوا يفهموا بدأت إزاي المسيحية. المجموعة الثانية هي العلماء الذين يعتبرون أن الكنيسة القبطية بذرة غنوصية أو يهودية، هنتكلم على الحتة دي برضو بالتفصيل. ونمرة ثلاثة هنتكلم على اللي بيألفوا الكتب اللي أنا مسميها الكاتيكيزم، اللي هي زي الكتب اللي تطلع في مكتبة المحبة ومكتبات الكنيسة، طبعا دي كتب مش علمية ولكن لا يؤخذ بها على المستوى العلمي على مستوى العالم، يعني ما أقدرش أحط كتاب طلع من المحبة وأقول ده كتاب علمي. نخش على بعدين.
المؤرخون الذين يركزون على البابوات الإسكندريين المبكرين. هي المجموعة الأولى من المؤرخين الذين يحاولون بشكل أساسي العثور على أصول الكنيسة القبطية من خلال التاريخ المبكر لبابوات إسكندرية. دي فيها مشاكل كثيرة واجهت العلماء، لأن إحنا عندنا مشكلة في تسلسل البابوات الأولانيين، خصوصاً لغاية ديمتريوس الكرام، نعتبر علمياً وأكاديمياً ووثائقياً من البرديات لا نملك almost شيء، ولا حتى في الأثار. المؤرخون الذين يركزون على البابوات السكندريين المبكرين طبعاً إحنا كلنا عارفين أول واحد كتب التاريخ مين بعد لؤي البشير، يوسبيوس القيصر. ويوسبيوس القيصر طبعا احنا عارفين ان هو خامس، وان كتاب التاريخ الكنيسة ليوسبيوس المعروف بهيستوريا كليزياستيكا طبعا هو اتكلم على كرازة القديس ماركوس في مصر واستشهاده في الإسكندرية. وبالنسبة ليوسبيوس هو طبعا شخصية رسولية كمؤسس للكنيسة الإسكندرية، وبعد التقاء مرقس بإنيانوس خليفته في رعاية أتباع المسيح بمصر، ده اللي قال ليوسبيوس. وبداية من القرن الرابع أصبح هذا التقليد اللي هو نمري مرقس في مصر مصدر الرئيسي للجذر الرسولي للكنيسة القبطية، والتي استتبع في وقت لاحق العديد من التقاليد المحيطة بسيامة أسقف الإسكندرية أو البابا لاحقا. ولقد أثر تقليد يوسبيوس بشدة على آراء العديد من المؤرخين اللاحقين، ومن المهم الاطلاع على المصادر القبطية اللي هي خدت من كلام يوسبيوس وبنت عليه. سلايد اللي بعدين. اوكي. في القرن العاشر، هذه بعد خمس قرون تاني، نلاقي طبعا العمل المعروف بتاع سير البيعة المقدسة، وترجمه بيزيل ايفيتس، ودرس لأول مرة سنة 1904. طبعا احنا كتاب السير احنا عارفين ان هو بيتناول سلسله البابوات في عصور مختلفه، بمعرفه مؤلفين اقباط الذين سجلوا تاريخ الكنيسه، وعارفين انه في كذا مؤلف كملوا على بعض، وعلى ما يبدو ان كل واحد منهم كمل على ما وضعه سلفه، يعني كمل في التاريخ على اللي عمله اللي قبله. والاجماع العام على نسب الكتاب إلى سويرس ابن المقفع المتنيح في 987 ميلادي. وانت عارفين كلكم كان أسقفا للأشمونين، وبسبب ساعة معرفته وكرمه البطريقة المعاصرون له واحترمه الخلفاء الفاطميون، وكان محبوبا ومقدرا من قبل الشخصيات بارزة في أيامه. ويوضح نص سويرس فيما يتعلق بتأسيس مرقس للكنيسة القبطية ايه اعتماده على اراء يوسبيوس في تاريخ الكنيسه، يعني اللي خد من يوسبيوس اول واحد هو ساويروس ابن المقاف. نروح للحته اللي بعديها دلوقتي، المؤرخون الذين يركزون برضو على البابوات السكندريين. لازم نركز. جات واحده اسمها ايديس بوتشر سنة 1897 في أواخر القرن التاسع عشر، وهي تذكر إن على ما يبدو إن القديس بطرس كان برفقة القديس مرقس كان برفقة القديس بطرس يستبشير، على أساس إن مرقس كان زي سكرتير بطرس يعني. بعد كده وقالت إن هو جه بشر بالإنجيل في مدينة تسمى بابليون في مصر
اعتمادا، مش حاطط الايه هنا على اساس ان بابليون ذكرت في اعمال الرسل هي دي بابليون بتاع مصر القديمه، بس هذا كلام غير علمي. وايضا مونتيجو فاولر في كتابه مصر المسيحيه الماضي والحاضر والمستقبل، كتاب كتب سنه 1902، يؤكد ان مؤسس الكنيسه القبطيه هو القديس مرقس، على الرغم من ان هذه ليست كتبا اكاديميه، يعني عاملين زي الكتب بتاعتنا كده بتاعت مصر تطلع في مكتبات الكنائس، الا انها تمثل الراي الغالب بين عموم الاقباط بما في ذلك فيما يتعلق باصول الكنيسه القبطيه، وتم الحفاظ عليها طوال حتى القرن العشرين. نروح على السلايد اللي بعديها. تمام. السلايد اللي بعديها مهمة، من أهم السلايدز، عايزين نركز فيها. شهد أوائل القرن الحادي والعشرين، ودي الفترة اللي بدأت الدراسات تبقى عبارة عن حركة علمية شديدة جدا، وعملت فرق بين الدارسين اللي انتم بيسموهم من العلماء كويس، ان على اصل المسيحية. فنقدر نقول من 2001 لحد النهارده تقريبا بيطلع كل شهرين كتاب زي التب كده، كل يوم حاجة جديدة. وشهد أوائل القرن الحادي والعشرين بعض الأعمال الرائعة المتعلقة بتاريخ الكنيسة القبطية. واحد اسمه ستيفن ديفيس في كتابه اللي هو Early Coptic Papacy، ده على فكرة هو كان مدرس في الجامعة الأمريكية هنا في القاهرة، وهو صديق لدكتور واتسون اللي في أمريكا، اللي ساعات بيجي يدي محاضرات هنا في الدراسات العربية المسيحية. وفي الجزء الأولاني اللي هو بيتناول البطارقة الجداد، اتكلم على تاريخ البطارقة لساويرس بن المقفع، وبص الموضوع كله بعين نقدية لأول مرة. وفي الجزء الأول لكتابه وهو يحلل تطور البابوية المصرية من أصولها حتى ظهور الإسلام، وهو اهتم خالص أنه يدور على شخصية القديس مرقس من الناحية التاريخية وليس من ناحية التقليد، لأن غالبا في كنائس كتير أو زي كنائسنا القديمة التقليد يعتبر علمه، أو التقليد يعتبر برهان على إثبات حاجة، ولكن التقليد حاجة والبرهان العلمي حاجة تانية، لأن التقليد له علاقة بالثقافة، الثقافة المحلية بس. وكده إن إلا عمل لقاه ديفيس بقى، فستيفن ديفيس وجد إن كتابات العهد الجديد لا تربط الرسول مرقس بأي كرازة مسيحية إلى الإسكندرية. أنا هنا مش عايز أقول، مش بقول سر مرقس جه ولا ما جاش، أنا عايز بحطكم في الصورة إذ العالم كله بيفكر إزاي بالنسبة لأصول كنيسة إسكندرية، عشان لما تيجوا تتكلموا تبقى عندكم دراية بالحتة دي. وجد إن كتابات العهد الجديد لا تربط الرسول بأي كرازة مسيحية للإسكندرية، بل بحسب أعمال الرسل إلى بنفيلية مع بولس وبرنابا. ده مزبوط. وطبعا احنا نعتبر الكتاب المقدس برهان علمي. وترتبط شخصية مرقس أيضا ببطرس فيما يتعلق بذلك. ويسرد ديفيس العلماء الذين يتساءلون عما إذا كان مرقس المذكور في الرسالة الأولى لبطرس هو نفسه المقصود في سفر أعمال الرسل للقديس لوقا. وده عبارة عن ديبيت، يعني في مناقشات حامية قوي حاليا ما بين سكولرز في كذا دولة في أوروبا زائد أمريكا الشمالية. وين الكتابات الأولى 8 دقائق الجلسة الأولى كلها 8 دقائق. أوكي. وإن الكتابات المبكرة التي تربط بين مرقس وبطرس هي لا تقدم معلومات واضحة عن مرقس الرسول. ويذكر ديفيس إن العديد من التقليدات المبكرة المحيطة بكتابة إنجيل مرقس تم تخمينها،
فكرة برضه إنجيل، إحنا عندنا إنجيلين لمرقس، مرقس اللي عندنا، الإنجيل اللي عندنا، وفي كتاب كمان الكتاب اسمه الإنجيل إلى العبرانيين، ولكن إحنا ما مش عندنا في مصر هنا، بس موجود بره مطبوع ومترجم. خش على، قبل ما نخش على الراحة، يلاحظ ديفيس المصادر التي يصور فيها مرقس كمؤسس للكنيسة. ايه معلش، ايوه، صور فيها مرقس كمؤسس الكنيسه المصريه، بما في ذلك اقتباس مهم من كتاب يوسابيوس. ويقول يوسابيوس، خد بالكم بقى هنا، يوسابيوس بيقول ايه؟ الان ان مرقس هذا كان اول من سافر الى مصر للطرازه بالانجيل الذي كتبه بالفعل لنفسه، وهو اول من اسس كنائس الاسكندريه، وتظهر الأسلوب الذي استخدمه يوسابيوس أن معرفته بكتاب مرقس لإنجيله بالإضافة إلى تأسيسه للكنائس الإسكندرية قائم على تقليد شفوي، لأن يوسابيوس كتب بالإجريجي ويقول ويقولون الآن، يعني هو بيقول أن المصريين دلوقتي في مصر بيقولوا دلوقتي في زمنه هو في القرن الخامس أن من مرقس جه وكتب إنجيله في إسكندرية، هو واقف كله عند كلمة يأكلون الآن بتاعت يوسابيوس في تاريخ الكنيسة. يجد ديفيس نصا مثيرا للجدل ينسب إلى كليماندوس السكندري، وإحنا عارفين كليماندوس السكندري ده كان في أوائل المسيحية، يشير إلى كرازة مرقس الرسول إلى إسكندرية، حيث كما يقول كتب إنجيله. والوثيقه بتاعت بتاعت كليماندوس السكندري بتأيد كلام يوحنا ذهبي الفم، ورسالة كليماندوس يشهد بوضوح على وجود المسيحيين قبل وصول مريم مرقس، وحقيقه انه كتب انجيله لهم، يعني ال 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 الكرازه كانت موجوده قبل ما مريم مرقس يجي، وده طبعا عمل عدم دقة في المعلومات الأولية فيما يتعلق بنشاط القديس مرقس واستشهاده في الإسكندرية، وأدى إلى صعود تقليدات شفوية التي حاولت سد الثغرات التاريخية. مان ديفيس بيقول اللي إحنا خدنا التقليدات الشفوية بتاعت اللي قالها يوسابيوس القيصري، اللي بيقول هم بيقولوا دلوقتي الناس بتوع مصر ان ماري مرقس جه عندهم، طب بيتكلم بعد 5 قرون من بعد ما ماري مرقس المفروض جه، واخد بالك؟ فالتقاليد الشفويه دي خلقت مشاكل في العلم، طب ازاي يعني؟ ايه اللي ازاي بيقولوا ده الكلام ده دلوقتي؟ والذي اعتقد ان مصدره السيره القبطيه لماري مرقس، ونلاقي ان الاختلاف على تاسيس مرقس للكنيسه، لقائه مع اونيانوس صانع الاحاسيه، واستشهاده في دواحي الاسكندريه. ويذكر يوسابيوس أقرب خلفاء مرقس بتسلسل موجز، حتى اللي احنا عارفينه من السنكسار، ولكن وفقا لديفيس لا شيء تقريبا حول حياتهم وقيادتهم للكنيسة في أيامهم. هم بتبصوا حتى في السنكسار مش هتلاقوا أي حاجة اتخذوها من أول عشر أو أي بطل لغاية ديمتريوس الكرام. عندنا دقيقة ولا اتنين؟ ألو؟ أيوة يا دكتور، اتفضل 4 دقايق، اتفضل 4 دقايق. أوكي، سلايد 19. من الناس اللي طبعا كتبوا كتير على على اسكندرية وكديس ماري مرقس، معروف طبعا أوتو ماينردس، كتب كتاب سنة 2000 وكرر هذا التقليد الكبسي القديم حول مهمة ماري مرقس وانجيله وزيارته واستشهاده في اسكندرية في دراسات لا تعد ولا تحصى. ونجد ايضا ان رفات القديس مرقس فدت ارض بتاخد برضو تقاليد كبيره وحكايات كتيره في تاريخ مستمر، خاصه من قبل العلماء الاقباط، لانه لا يزال مرتبطا طبعا بالاحتفال الليتورجي لرسامه البابا الجديد وتصيبه حتى اليوم. وانشغل اوتو ماينردس حتى في سرده لكل الحوادث
اللي في حاجات كتير مش مظبوط منها طبعا، من نقل الرفات من اسكندريه لفينيسيا ومن هنا لهنا لهنا في القرن الثامن. ممكن ناخد راحه هنا ان انا نخش على مجموعه ثانيه اذا راحتك تحب. اوكي، احنا ممكن كده فاضل لنا 3 دقائق من الجلسة الأولى، وهنغلق ونتواصل مباشرة في الجلسة الثانية. هل حضرتك تدي راحة ولا نقفل ونفتح مباشرة؟ لا راحة بس راحة قد إيه تتفضل؟ زي ما انتوا عايزين، مثلا على راحة 10 دقايق حلوة. بكتير، 10 دقايق، خمسة. دلوقتي الساعة 9 بالظبط، نتوصل على 9:10. 9 و10 حلوة، اوكي، ده هيبقى تقليد ماشي. جديد ان احنا ناخد بريك مخصوص عشان خاطر حضرتك، احنا دايما بنعمل عرض في الكاتل. ممكن 5 دقايق، ممكن 5 كفاية، طيب اوكي، يبقى 9:05. 5 خمس 9:05 دقائق اوكي. شكرا. طيب عفوا، دلوقتي هنغلق الزوم، ناخد راحة، اللي حابب يجيب حاجة سخنة او حاجة يقدر خلال الفترة دي، وهنتواصل في الجزء الثاني او الجلسه الثانيه، وجوانب بقى جديده مثيره. احنا اللي فات ده كان مجرد انترودكشن من دكتور ايميل، وان شاء الله بقى اللي جاي اكتر، ولسه كمان باب المناقشات والمداخلات وكمان التعليقات، لان انا عندي بعض التعليقات في هذا المجال. اوكي، شكرا، ونقفل الزوم ونفتح 9:05.